للمزيد من تفاصيل ينضم إلينا من الأنبار المنسق العام لمنظمة يوم القرى دكتور عبد القادر محمد. أهلا بك دكتور. حياكم الله، مرحبا. دكتور عبد القادر، لو تحدثنا عن تفاصيل الحملة الثانية التي أطلقتموها في مخيم الحبانية. نعم، بداية تحية لكم ولجميع مشاهدي قناة الرافدين. الحقيقة هذه الحملة الثانية التي تتبعها منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية لهذه المدرسة بالتحديد، مدرسة الأبصار الثانية في مخيم الحبانية للنازحين، حيث تمت في هذه الحملة تجهيز 1800 هدية للتلاميذ بمراحل ابتدائية من الأول حتى السادس ابتدائي، جميع المراحل، الدوام الصباح والمسائي. هذه الهدية تضمنت الحقيبة إضافة إلى المواد القرطاسية اللازمة للتلاميذ في هذا المخيم، حيث هناك نقص كبير في تجهيزات هذه المدرسة. وهذه هي الحملة الثانية، الحملة يعني أردفت الحملة الأولى التي كانت هي مقاعد دراسية وتجهيز في المقاعد الدراسية، إضافة إلى السبورات وأيضا مستلزمات من الأساس. فالحمد لله استطعنا أن نرسم البسمة والفرحة وجوه هؤلاء الأولاد الأطفال النازحين في هذا المخيم، وتبقى الحاجة ماسة إلى مزيد من الدعم والمساعدة للنازحين في هذا المخيم والمخيمات الأخرى. نعم، بحديثكم عن حاجتهم لمزيد من المساعدات، وكما ذكرتم هذه ليست الحملة الأولى بل الثانية التي توجهون بها مساعدات مدرسية لأطفال المخيم. ما مدى وجود هذه الحاجة لدى الأطفال في مخيم الحبانية، الشيء الذي دفعكم لإطلاق الحملة الثانية؟ بالتأكيد نعم، هناك حاجة كبيرة. أحب هذا الاطلاع على الأطفال النازحين في هذا المخيم ولا سيما الطلاب التلاميذ في هذه المدرسة. وصلتنا مناشدات عديدة، وبعد الزيارة الميدانية التي قمنا بها وقفنا على هناك أن نقص كبير في المستلزمات الدراسية بالنسبة للطلاب من المقاعد ومن الحقائب، وإضافة إلى يعني ضعف الإمكانيات الموجودة إدارة المدرسة، حيث هي في هذا المخيم في منطقة نائية. ولذلك يعني حرصت المنظمة على تجهيز ما يكون تقديما من هذه المساعدات والهدايا للطلاب ودعمهم في مسيرتهم التعليمية، وتوفير ما يمكن توفيره، وهو يمثل يعني الحد الأدنى لما يحتاجه الطلاب. لكن هذا هو من أجل أن تستمر عجلة التعليم ويستمر هؤلاء النازحون، لا تفوت عليهم الدراسة رغم معاناتهم والظروف المأساوية الإنسانية الصعبة التي مروا بها، فنقلل من خسارتهم ولا يخسروا تعليمهم في هذه الظروف المرحلة الصعبة التي مروا بها. دكتور عبد القادر، باعتباركم تتواجدون في المخيم، كيف لمستم آثار هذه الحملة وانعكاساتها على التلاميذ وأهليهم أيضا في مخيم الحبانية؟ بالتأكيد يعني كان لها إيجابيا كبيرا على نفوس هؤلاء التلاميذ، كان لهم أثر في تشجيعهم وإدخال الفرحة والسرور على نفوسهم في هذه المدرسة في هذا المخيم. الحمد لله كان هناك يعني إقبال كبير على المدرسة بعد الحملة الأولى، والعديد من العوائل يسجلون أولادهم في هذه المدرسة نظرا لما يعني تلقوه من دعم في المدرسة. هناك عبر الكثير من العوائل عن فرحتهم وشكرهم، وأيضا إدارة المدرسة عبرت عن شكرها وامتنانها لجهود المنظمة في دعم هؤلاء التلاميذ والمسيرة التعليمية. الحمد لله أثر يعني كان هناك أثر طيب على أشكرك.
أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد القادر محمد المنسق العام لمنظمة يوم القرى، كنت معنا عبر الهاتف من الأنبار.